الصلاة تصدمهم أسامة مرواي يعلن عن ارتباطه، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع أصالة المالح اللي تفاعلت بمجموعة من الستوريات بالأمس على السناب شات، كانت معزومة لحفلة عيد ميلاد وكشفت إنه المنزل اللي كانوا متواجدين فيه يعود إلى كلوي كارداشيان. نمر إلى أسامة مروة حيث صدم الجميع مؤخرا بنشره فيديو على قناته، لمح من خلاله إنه هو بالسفر الجاي ما رح يكون لحاله، والجمهور دايما بيشك في ارتباط أسامة مروة وإنه مو سينجل، وانطلاقا من كلام الشلة اللي كلها أجمعت على إنه أسامة مروة مرتبط، والكل متوقع إنه أسامة مروة قريبا رح يصدمنا ويعلن عن ارتباطه. أما اليوتيوبر غيث مروان وصل الوراح فتفاعلوا بستوري كمان هالمرة في السيارة، وأعلنوا كمان إنه لساتهم ما جهز بيتهم ولساتهم مشردين. من السيارة كالعادة مشردين، ما في مكان، ما في بيت، ما في نوم، ما في